مساء الخير مشاهدين، حلقة جديدة من أحلى جلسة مع ضيوف رائعين. اليوم قبل ما نبلش الحلقة عم نضحك، عم نتسلى، عم نخبر أخبار، يعني حنخبرها بالحلقة، بس إنه كمان في أخبار كتير حلوة تخبر بالكواليس، يعني أهم شيء عم نتسوى. ما بتتخبر، إيه إليان ما بتتخبر على الهواء. رح نبلش أنا وياكم الحلقة الرائعة اليوم من أحلى جلسة مع ضيوف، نسمع أخبارهم الحلوة الطريفة، نسمع الفن الحلو مع شخص قدر يوقف على المسرح، قدر يثبت حاله بوقت قليل، مع انه هو بتواضعه سمعت له مقابله مش من زمان كان عم بيقول انه بعدنا جداد بالفن، في ناس اكبر منا، يعني هذا الاحترام للفن اللي هو بيقدر الفنانين، بس هو عم يطلع السلم درجه درجه، والاحلى من هيك انه عم بيطلع بثبات، الاحلى من هيك انه عم بيكون في عنده استمراريه بالغناء وبالفن وبالصوت. زقفه كثير كبيره للفنان الرائع سعد رمضان. هي رائعة اليوم بعد شوي رح تشوفوا اللبس اللي لبسته بيشبهها كتير، لأن أنا بشوفها عطول بتقدم الأمور وبتأديها بطريقة بيضة كتير، هي اللي حاورت الناس وقدرت تضوي عليهم، تعطيهم من وقتهم مش من وقتها، هي اللي حتضوي عليهم لسنين. رجعت وصلت بموهبة رائعة على التمثيل، إن كان بالتلفزيون بتقديم أو بالتمثيل عم تكون رائعة، مستقبل كتير مهم لها، أدوار كتير ناطرة لحتى أنتوا تشوفوها بها الموهبة الجديدة الرائعة ريتا حرب. زقفة كبيرة لها. تابعين احنا وياكم كمان مع شخصية حلوة كتير صدفناها قبل بأحلى جلسة، وهلأ عم نستضيفها لأنه مهضومة، لأنه حضورها كمان مميز، ضحكتها بتخلي الناس ترتاح. ناطرين شادي، لحظه شو بك شادي؟ لازم توقع حبيبي، حدا مرتاح كثير، لا مرتاح، ارتاح وكتر ريحه، اتركي علي انا شادي، عود عائل، عود عائل. فاذا شخصيه ولا احلى من هيك رح تشوفوها بطريقه مهضومه، محضره هيك مفاجاه حلوه مع سعد رمضان كمان، زقفه كثير كبيره لا بونيتا سعاده. ممثل كمان رائع، شفناه بعدة أدوار تمثيلية، شفناه بالشحرورة، شفناه كمان مؤخرا مع ريتا، كانوا موجودين بعشرة عبيد صغار، ريتا كانت أداء ولا أحلى من هيك بهالدور اللي لعبته، بس كانت عم ترضيح، كانت عم تكون بالكاندي كراش هيك الكاندي كراش. بس أنا بدي أقول عن هالشخصية الحلوة كتير كمان اليوم حضر لنا شيء كتير حلو، بتمنى أنه تنطروا لحتى تشوفوه بأداء بتمثيل بأخبار حلوة كتير، الممثل هشام أبو سليمان. زقفة كبيرة له. مش بس أطباقه بتفتح الشهية والموهبة الرائعة اللي عنده إياها بالأكل بتفتح الشهية، حضوره بأحلى جلسة بيفتح الشهية للأخبار الحلوة، للأخبار المهضومة، هو اللي تفاعل معكم عبر شاشة التلفزيون، تفاعل معكم بكل الوصفات، اليوم رح يكون عنده وصفات من نوع تاني. منرحب نحن وياكم بالشيف شادي زيتوني. عادة تعطي النشرة الاقتصادية ضمن نشرة أخبار عبر شاشة الـ LBCI، الاقتصاد بتعرفوا عنا مش للبد أبدا، بس هي بتخلي الاقتصاد يصير أحلى، أحلى جلسة تصير أحلى، أخبارها تصير أحلى. زقفة كتير كبيرة لا، زقفة كتير كبيرة لا، ليا فياض. رح بلش احنا وياكم احلى جلسه، عاده عم تعرفوا عم نكون بسيلفي فيديو، يعني الموضوع اللي عم نشوفه بالسيلفي هالموسم اللي عم بيكون باحلى جلسه عم نعلق عليك، الواحد عم بيكون عنده هيك فكره يقولها عنه او مثلا رساله من خلال هالموضوع، شو السيلفي؟ شو الموضوع اللي حكينا عنه؟ خلينا نشوف على الهواء. سالتها للملكه؟ لا هلا بلشنا، هلا بلشنا زينه، مش لبن ملكه، انت ملك بالتقديم وبالاعلام، بتعرفي رأينا فيك حبينك كثير. شو كنت سالتي المس سؤال هيك موحد بالاخر؟ كنت سالتها بتحضري احلى جلسه او لا؟ اذا جواب كان ايه كانت طلعت شو رايك بالشخص؟ شو رايك بهذا الشخص؟ يلا بس بنسال كل الجمهور اللبناني. ست مراه هلاوي، انت كنت ملكي وبعدك للقلوب اللبنانيين كلهم بحبوك كثير وبيقدروك، هلا ملكه جمال لبنان اليوم عن 2014، واذا بتساليها سؤال في رساله، سؤال موحد، شو بتقولي لها؟ انا بحب اسالها لملكه جمال اذا اي وحده من هالجميلات اللي شفناهم الليله، سؤال واحد، تبقى جريبة على الارض بعد ما تكون ملكة جمال وتعرف تتصرف كملكة جمال وتعرف تكون لايقة وقريبة للناس لحتى الناس يحبوها أكثر وتساعدهم بطريقة أحسن.
أول شيء قبل ما نتابع إحنا وياكم تحية كتير كبيرة وسلام للسيدة الأولى منى الهراوي، خلينا نقول ست الكل، هذا العنوان اللي بنعطيها الكل، الست الفاضلة اللي دخلت قلوب اللبنانيين. بشكرك وكمان بشكر ديما صادق لوقفتها الحلوة على المسرح لنجاحها وطلتها الرائعة عبر شاشة الـ LBCI. ريتا، إذا سألنا سؤال مثل يلي نسأل السيدة منى الهراوي أو اللي نسأل ديما صادق، سؤال موحد تسأليه لمس لبنان يلي تابعوا كل العالم، كان حصريا عبر شاشة الـ LBCI برعاية وزارة السياحة، شو بتسألي مس لبنان 2014؟ أول شيء رح بلش مثل ما قالت السيدة منى الهراوي إنه يبقوا خلال السنة وكل حياتها أجري على الأرض، لأنه الجمال مهم وأكيد رح يكون هو الباب اللي رح يفتح لها مجالات كتيرة، بس بدها تكون ذكية، لأنه في ملكات من بعد انتخابهم وصلوا لمطرح كتير مهم واستفادوا، في ملكات ضلوا محدودين أو حدين حالهم باللقب. وخلال سنتها في شوي عتب إنه ما عم نشوفها للملكة، يعني ما عم بيكون كتير في إطلالات، ما يعني منحضر حفلة حلوة وكل شيء، وبعدين الملكة نشاطاتها شوي هيك بيمرقوا مرور الكرام. يعني أنا بحب إنه ملكة جمال لبنان يكون عندها حضور خلال العام اللي هي في ملكة بشكل كتير قوي. فأظن هذه نصيحتين، وأول حضور رح يكون بأحلى جلسة. سالي حضري حالك، أول حضور رح يكون لك بأول برنامج تطلعي فيه بأحلى جلسة عبر شاشة الـ LBCI، هالمكان اللي انطلقتي منه أكيد بمس لبنان. سعد، كلمة للمس، يعني يمكن ريتا قالت نصيحة، أنت بتقول بتحب تسألها سؤال. أنا كمان سؤالي. نصيحة، حقول نصيحة، بس كمان أول شيء أنا ما راح أحسدك أنه أنت كنت هونيك بالحفلة، لأنه نحن معنا كتير ملكات جمال هلأ اليوم. أها. واحد. أنا بنصحها يعني تحافظ على هيدا اللقب، لأنه يمكن هيدا وجه كتير 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 مهم من وجوه لبنان. يعني لقب ملكة جمال لبنان هو وجه للمرأة اللبنانية، فأهم شيء كمان مثل ما قلت ست منى الهراوي إنه تدل على الأرض، وثاني شيء عن جد تقدم صورة كتير مرتبة، أهم شيء مرتبة عن البنت اللبنانية. شكرا لك سعد. قبل ما نتابع احنا وياكم مع ضيوف اللي موجودين معنا، كمان الجو الرائع اللي بيكون موجود معنا على طول باحلى جلسه وفرقه موسيقيه ولا احلى من هيك بقياده دافيد بوعتمي. عيد هذا كمان في شغله كانت عم بتقول لك، شو هاللوك الحلو؟ في كثير قالوا لي مين ما بعرف، في كثير ملك الجمال يمكن او شيء حدا. انا كمان بدي اقول لك كثير مغيره حتى الشايبه وكذا، شايبه كثير حلوه. انا بدي اهديك موال عن الشايبه. لا تقول ان احبك عيب، مو انت اللي تقول العيب، وعيونك بعدني صغير واستعجل علي الشيب، وعيونك بعدني صغير واستعجل علي الشيب، بياض بالشعر مو شيب، بياض بالشعر مو شيب، هذا حكمك القاسي لجاني بيوم اسولف بيه، اجاني وشنب براسي، ما حد قال لي مظلوم، لا ناسك ولا ناسي. لا تقول ان احبك عيب، مو انت اللي تقول العيب، وعيونك بعدني صغير واستعجل علي الشيب. سعد رمضان، شكرا لك. القبلية عم تكون مفتوحة للشاب، القبلية عم تكون مفتوحة مع شادي زيتون، القبلية عم تكون مفتوحة لحتى تحضروا انتم المشاهدين، بتمنى تتابعوا معنا بشهية كتير كبيرة حلقة ليلة من أحلى جلسة بعد البريك.
Thank you.